هذه الكلاب البرية. ونبيل يقول راح ننزل الحين. اسمعوا اسمعوا، أقول لكم والله قاعد أتكلم ورجولي ترتعش يوم شفتهم، والحين قاعد أسمع صوتهم. اتوقع كل شيء يحصل لك. قاعد يعرض لي السكينة، الله أقسم بالله راح يقتلونك يا شيخ، ترى كلاب برية. يوم تطلع الجبل شوف كل شيء تحتك، الغيوم كلها تحتك. لايك لو سمحت. الو ها، ادري ادري تاخرت عليكم بالفلوق ها، خلاص خلاص الان الان راح ينزل. لا تنسى اللايك والكومنت والاشتراك. طيب حبيب حبيب جبال القوقاز دايو، انتم ما تشوفون اللي انا اشوفه بالكاميرا غير تماما. قطار رقم 1 من مدينتي الى كراسنادار. عندنا نقطة توقف 7 ساعات في كراسنادار، وبعدها نتحرك الى فلادي كافكاز. احط مواد ما ادري ايش يسمونه، واقي من الشمس لانه الشمس حارة. وبعدها قطار رقم 2 من كراسنادار الى فلادي كافكاز. وش ذا؟ شوف هذول راح يتسلقون الجبل. كل شيء حلو، انتوا الاحلى. بيلز ديز وا براد كلاسني بابشي. там приграничная зона и там для иностранных граждан короче есть пропуск специальный. تذكرون يا جماعة الخير يوم رحنا قلت لكم هذول اللي يتسلقون الجبل؟ شوف هذا وين صار يا ولد. مدينة حلوة، لا تصدقون ان المكان ذا قديم، بس يحسونك انك بالتراث عشان ياخذون عليك فلوس. وين نبيل؟ تليفون؟ دا ايفون تل؟ دا ايفون. وصلنا متأخرين، طلبت لحم مع بطاطس مع حركات شوي ورز. يا ولد هذه الرز. وتعرفت على واحد اشتغل هنا وعاش في دبي ويتكلم بالطلاقة. أي كم عشت سنة بالإمارات؟ 7 و8. اليوم راح ندخل المكان ذا مرة حلو. يلا نشوف الجسم. ما تعرف من وين تبي تشوف، من اليمين ولا من اليسار؟ هذا المكان بعد أحلى، شوفوا. واو
بدينا نطلع الجبل. تعرفون كم صعود جبل؟ كم كيلو؟ فوق 50 كيلومتر راح نسوق كله طلوع بس. المشكلة إنه الضغط مرتفع يكون فوق الجبل وصعب جدا تسوق الدراجة. هذا بس كله نطلع الجبل. ما أحس بالتعب أبد. والله أنا الأجواء ذي ترجع لك روحك. كنا بنتحرك وأخيرا تقريبا على الجبل. الجبال كبار شوي علينا مو كثير. أكيد طبعا ما دوخت، إنما وقفت بس عشان أصور المنظر اللي صعب ينوصف. كذا بوصفه، الناس كلها تنصدم. يوم يعرفون المسافة اللي مشيناها. لحظات تأمل بس. شوفوا يا جماعة الخير، الغيوم، وصلنا فوق الغيوم. والله إن إحنا كفو. أنا قبل حاولت إني أوصف الشعور ما قدرت أوصفه، حذفت الفيديو. وكل ما أحاول إني أوصف الشعور أحس نفسي غبي، يعني ماني قادر أوصف الشعور صراحة. ما أعرف شو يقول، ما أعرف لو أتكلم شنو، ما أوفي بحق الشعور ذا. الهواء من ناحية الرياح، هي الدول الغيوم من ناحية المناظر. شو يعني ما اعرف من وين ابدي اتكلم. ابدي اتكلم من المنظر ولا ابدي اتكلم انه هني الضوء وهني ظلمه، ولا وش اقول؟ احنا فوق الغيوم. واو. طبعا هني راح نوقف بناكل ونقوم الصباح اليوم الثاني نتحرك. اسمعوا هذه الكلاب البريه. قررنا نروح الهوتيل. هذيك متوحشه مره ترى، والله لو تصيدك اقسم بالله الله يرحمك، غير تشوفك عظم بس يشوفونك، حتى يمكن العظم ما راح يشوفونك، راح تضيع خلاص تختفي، حتى ملابسك بياكلونها. نبيل يقول نروح ننزل بهالوقت، روح ولي يا شيخ. راسه كذا مقدم شوي ونازل بهالشكل مخيف. عشان يصير المويه حاره اكثر سوي كذا النار وتصير احر مره. أنا من الهوتل وراح نتحرك تقريبا كله نزول بس راح نطير. اوف شوف الريحة جدا حار. اوه تسمعون الصوت. Вот. Сейчас ещё чуть подождём, будем потихоньку спускаться вниз. Думаю, будет проблемно. Будем останавливаться и тормоза мы перегреваться особо не будут сильно. Thank you.
بعد ما تجولنا بالمدينة، طبعا انا ما صورت شيء لانه ما في شيء بالمدينة غير اللي شفته قبل شوي، هذولي رجعنا بناكل بالمطعم بايديوم وبنروح. تعرفنا على واحد ويقول راح ياخذنا بسيارته. السلام عليكم. هني البركة وهنا داغستان. وقف عشان البريكات. ها؟ وشوف اللي بيصير. دام. والله يا هي السرعة. إيو. راح انزل كن حذر. اوبس كراتنا من احلى البرك ونظيفه مره حلوه. ما راح القرية ذي مرة قديمة، على اليسار كلها مقابر. تام جورجيا. تام داغستان. المرحوم المغفور له. Здесь были как صحابه. Они сюда приходили в Дагестан, Чечни. Поэтому здесь много мусульман. 40 من الصحابة موجودين هنا. وين بالحزن؟ تتكلم عربي؟ نعم أتكلم. وأنت؟ لا وقع انك موت مو على حسابهم. يسوي تي تليفون وطلعت اللي تي عمر صاحبي. اوكي مره مرتفع دفعنا عليها 1000 روبل. Вот здесь держишь и все, ничего не делаешь. Хочу жить. Ты что говоришь? Я хочу жить. Давай. Мне плохо что ли? وحنا وين؟ فوق الجبل فوق.
Damn. بعد نومة أمس والأكل حق أمس اللذيذ مرة، حاس لحين نفسي إني دايخ. أنا مو متعود على الراحة ذي والله، يعني ننام بالمسجد، ننام بالخيمة، برضو مرتاحين بس مو بنفس أمس. أمس كانت مرة حلوة. بريفيت بسيم قاعد تصورني وانا اصورها. المهم هذه البنيه كانت شويه بتطيح على راسي هنا. هذه كبكاز 110. الصدمه اللي كانت 91 كيلومتر خلال 4 ساعات. شوفوا هذه الشنطه وهذه الشنطه، وشنطه برضو على ظهري انا.